السيدة الساسة هنا في هاد النهضة جوج هرس لي واحد حين الطونوبيلات هنا دابا واحد شي ساعة ديال المكانة مشاو الناس ديكلاراو جا ريح قابل الكاريطة ديالو مشينا حنا بحالاتنا تجاو ليه تهجموا عليه بواحد الجبور دوات وقعدوا كيكسلوا معاه راه هو الحساس في المليون وعاودوا هرسوا الطونوبيلات عاوتاني هادشي اللي كاين حنا كنقلبوا على هاد الحق ديال الحساس ملي كنجيو حنا نساندوا الحساس ونمشيو بحالنا ويجيو يضربوه راه حكرا هاد السيد راه مشى دار الاجراءات ديالو مع رجال الامن وفي الاخر يجيو يدوا يضربوا فيه حشومه او ولي الحساس يمشي واحد هرس الطونوبيلات يمشي يديكلاري الدم ولا يديكلاري وفي الاخر تجيو نتوما تضربوه راه ماشي معقول هادشي هرسين دابا خمسه طونوبيلات اللي مهرسين اما الطونوبيلات اللي مهرسين راه وحده الاخرى الاخرى هي فين واقفه راه وحده لتحت قاعدين كيهرسوا جايبين بوردوات وبركو يهرسوا السيد في الطونوبيلات هنا وحنا دابا راه جات النقابه ديال الحساسه هنا راه حنا مجموعين معنا الملصق ديالنا ومعنا الكاتب العام ديال النقابه اما الاخوان راه كاملين كاين هنا حاضرين باش يساندوا هذا الحساس خو هادشي اللي كاين هادشي كيوقع حشومه طلبوا من السي الحموشي يشوف بحال الحراس الله يرحم ليه الوالدين وعاش يا سيدنا كنقدموا التعازينا للطفل ديالنا ريان اللي هو خلى اثار في القلوب ديالنا الله يرحمه وحنا بدورنا كحراس كنقدموا جميع حراس الوطن كامل تعازينا ولدنا ريان وبالنسبه لهذا الحادث هذا راه كما كنقولوا وكنعاودوا عاوتاني نقولوا حنا الحمد لله حنا غاديين في اطار الصحيح كاع الحراس غاديين في الاطار الصحيح وزعنا الحمد لله السلطات دايره خدمتها واعترفت بالمكتب الجهوي للاتحاد الديمقراطي النقابات بالمغرب ولكن حنا باقيين كنتفاجئوا بهاد الشيء ديال راكم كما كتعرفوا ديال السيارات السيارات ملي كيخرج شي واحد كيهرس السيارات مش كتشوفوش حنا في الطوار ما ماشي مشكل تدارهم كتشوف شويه عرف السياره دابا ملي كيبدا يضرب اربعه راه خمسه السيارات عرفتي شحال من موبل كاين راه كل موبل فيه 20 بارتمون يعني راه البوليس يجيو يخليو دارهم يعني راه الرعب دراري صغار وناس كبار كلشي كيتخلع هذاك الحساس راه كيقاوم راه كيدير الجهد ديالو ولكن راه ما عندوش الحق باش يضرب لا